حياكم الله من جديد. لطالما أثرت الميول وعمليات التشجيع والمتابعة للمنافسات الرياضية المختلفة، لا سيما فيما يتعلق بمباريات كرة القدم تحديدا، على الحالة النفسية لدى الشخص. هذا يشمل اللاعب، المدرب، الإداري، المشجع وغيرهم. واتضح يمكن هذا جليا في طريقة التفاعل الجماهيرية، واللي صاحبت مجريات وتبعات مباراة منتخبنا السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في منافسات كأس العالم 2022. حديثنا هنا سيكون حول علم النفس والرياضة وعلاقتهما ببعض، وكيف يؤثر أحدهما على الآخر. والحديث هنا مع ضيفي وضيفكم البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، حياك الله. يا بعد الدنيا، ألف مبروك الفوز. هو فوق البركة حقيقة، حدث تاريخي وجميل، وهو بداية لإشراقة وانطلاقة كبيرة بإذن الله. لا شك. في جزئين هنا يمكن في موضوعنا اليوم بروف. الجزء الأول نبغى نتكلم عن وجهة النظر النفسية اليوم في مباراة المنتخب، اللاعبين كيف وصلوا لهذا الشعور وهذه الطريقة. خلينا أبدأ قبل ما أروح يمكن للحديث عن اللاعبين ونفسياتهم، أبغى أسألك، هل هناك علاقة بين علم النفس والرياضة؟ نعم، بل هناك ما يسمى علم النفس الرياضي، يدرس هذه التغيرات وهذه الميولات، وفي صناعة اللاعب واسترخائه ونشاطه وتحفيزه، ولها مختصون كبار في هذا، يستفاد منهم فائدة كبيرة جدا. ولقد درست هذا العلم وحاولت أن أتعلمه، لكني لست متخصصا فيه، لكن له أثر كبير في قيادة المنتخبات والأندية. وربما كصداقة بين، تعرف أنا شاركت في تدريب بعض المنتخبات وأيضا بعض الأندية في هذه الزاوية، وهي الصناعة النفسية للاعب. مش خذ نفس وطلع نفس، مش كن متحمسا، لا 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 لا، صناعة كاريزما اللاعب. مثلا إدارة الانفعال في البيئة الرياضية، كيف تدير انفعالاتك كلاعب، كيف تفهم شخصيتك، ثم كيف تفهم شخصية الآخر. فهذه الأمور كلها وإدارة الانتقاد، ثم التعامل مع الجماهير. لما تكلم جوستف لوبن عن الجماهير وغيرها، كيف نوظف هذه المعلومات في أرض الواقع الرياضي. أنا كلاعب كيف أتأثر إيجابا من جماهير الفريق الخصم، وهذه كل انطلاق. أنا حينما أدخل هدف كيف أعبر عن فرحي وطريقة التعبير عن الفرح، كيف التعامل مع جماهيري حينما تغضب علي، حينما أنهزم، سواء آخر المباراة ولا من خلالها. إدارة قيادة المنتخب أو قيادة النادي الذي أنتمي إليه تماما، كيف أتعامل مع مدير الكرة، مع المدرب، مع زملاء اللاعبين. إذا كان عندي لاعب حاسدني وأنا بينه وبينه غل أو ما شابه ذلك، وهذه تحدث كما يحدث بين الأطباء والإعلاميين والمحامين وغيرهم، قد يحدث بين شبابنا الرياضيين، كيف أدير هذا الشيء وأتعامل معه. هذه منطقة شوي اشتغلت فيها وأجد فيها جمال، وتحتاج المنتخبات والأندية. خليني أسألك، الكل تحدث، شرق العالم وغربة وعرب ومسلمين وغير عرب وغير مسلمين، الكل تحدث عن نقطة مهمة في هذه المباراة، وإحنا نبغى نتناولها من الجانب النفسي. روح القتال اللي كانت موجودة عند لاعبي المنتخب السعودي لآخر دقيقة، مصدرها من وين؟ يا سيدي، حينما تكلموا عن كلمة سيدي وحبيبي وأخي الأمير محمد بن سلمان، أنه جعله اللاعبين يدخلون الملعب غير متوترين، فهي السبب في الفوز. فقولوا رويدكم رويدكم، ما فعله الأمير محمد أكبر من ذلك بكثير. الكلمة التي ألقاها هذه هي مجرد رغوة فوق الكابتشينو. ما هو الكابتشينو الذي فعله سمو الأمير محمد بن سلمان؟ ما هو الكابتشينو الذي فعله سمو أمير وزير الرياضة؟ ما هو الكابتشينو الذي ما عمله الرجال؟ علمنا بعضكم ولم نعلم أكثركم، ولا يضيركم هذا. حينما كنت ترى اللاعب السعودي في الملعب، أنا لما دخلت المباراة ما كنت أفكر بالنتيجة، أبي المنتج الذي صنعه أبطالنا من القيادات. أنت شفت عيالنا كل واحد معضل وعضلاته خطوط، هذول انكرف وكرف التدريب الجسدي. أنا قاعد أطالع، أنا لما يكون جسدي صغير سأخاف من
الجسد الضخم. نعم الطبيعي. هذه اشتغلوا عليها شغل جميل وهذه أعجبتني. الشيء الثاني كان قديما في الرياضة إذا والله ما فزت والله نسوي فيكم، الآن لا، روحوا العبوا واستمتعوا. فنهيئك أنت أن تلعب وتستمتع فتكون النصر نتيجة، لكن أنك تنتصر بدون إعداد ترى ما لها فائدة، يكون عمرها قصير. التهيئة التي تمت هي لسميها الكابوتشينو، الكلمة هي الرغوة التي جاءت فوقها في النهاية، ولذلك تم إعدادهم، أقول إعدادا ضخما جسديا ونفسيا وغيرها، وقد رفعوا الراية في إدارة الهزيمة حينما تنهزم بواحد من الأرجنتين وتنتي وتطلع في بريك. يا أخي مهما جاء أحد يهمسك إذا ما عندك مشروع. ولذلك قبل المباراة كان واحد سألني قال لو أنت لاعب يطارق وش تسوي؟ قلت طول المباراة عيني على أمي وفكرنا قاعدة تطالعني وتنتظر أفرحها لأستخرج أعلى طاقاتي. الأرجنتيين أنا بداية المباراة شعرت بهزيمتهم حينما سلم ميسي بتعالي. كان يسأل لو رجعت للقطة كان يسلم بتعالي، أنا فرحت بهذا، كيف تفرح أنه يتعالى على ابن وطنك؟ القضية ما هي بتعالى على كابتن، القضية أن الرجال هذا التعالي أول الهزيمة ينزل بنقص طاقته، لن يستجلب طاقته ولذلك يصير عندهم لخبطة. القدرة أنك تلعب مصيدة التسلل، وأنا لا حل الرياضية لكني أتكلم الجانب النفسي، هذا يعكس ثقة بالنفس. تلعب مصيدة التسلل مع الأرجنتين ما تقدر، كل ما شفت هذا اللي تمنى تصور معه ميسي والثاني والثالث وماريا والثاني تماما تسوي له مصيدة التسلل، ما يفعلها إلا الواثقون يا سيدي. فأقول صناعة الثقة بالنفس التي فعلها شبابنا وقيادتهم. الأمر الآخر الإعداد الجسدي الضخم، هذا اللي يجيب لك فريق يلعب وقوي. كنت قديما سئلت عن المنتخبات الخليجية قبل 15-17 سنة حينما كانت مصر تلعب في دورة كأس أفريقيا، قالوا وش رأيك؟ قلت يا سيد المصريون يقاتلون والخليجيون يلعبون. فكان الفرق. الآن أقولك الخليجي يقاتل وهو يلعب ويلعب وهو يقاتل. جميل. خلينا أخذ معك بعض الأسماء من أسماء المنتخب وأبغى أسمع. بس ترى بعضهم أنا ما أعرفهم زين، أنا ماني بخوش تراني مثلك يعني ماني بزود بالرياضة، لكنهم رجعونا شوي للرياضة صراحة، خلونا نحبها ونعشقها مرة ثانية ونقعد نتابعها. ليش ما أعرفها؟ ليش ما تعرف؟ لأنه قدموا لنا فريق ما قدموا لنا لاعب. صحيح، هذه واحدة. الشيء الثاني هالشباب وعدوا بطريقة من اللي يهدف، ما هو من رأس الهرم، كيف تكونوا مع بعض ولذلك ما تفرقهم. والشيء الآخر شوف لما يفرحون بهدف تجدهم ما هو واحد جاي يسلم غصوب ولا شيء، في منظومة. قيمة الوطن والمنتخب كانت أعلى من قيمة أنفسهم، تجد في بعض الأندية وبعض المنتخبات العالمية قيمة اللاعب عند نفسه أعلى من قيمة وطنه. ولذلك بعضهم يخاف على نفسه ما يلعب مع منتخب وطنه حتى لا يفقد شيئا في ناديه. أسألك عن يمكن العودة من الهزيمة، وهذه النقطة أنت تفضلت فيها وذكرتها. العودة من الهزيمة الشوط الثاني دخل المنتخب مختلف. كيف دخل مختلف؟ كيف تم تهيئته نفسيا؟ أنت تتكلم عن منتخب مرشح لكأس العالم، تتكلم عن ضغط الجماهير الحاضرة بالملعب، تتكلم عن الضغط الخارجي خارج الملعب، تتكلم أيضا عن المهارات اللي يمتلكها الفريق الآخر، وهذه لابد أنها يمكن تسوي بعض الشك داخل بعض اللاعبين. كيف استطاعوا التغلب على كل ذلك والدخول والانتصار؟ بثلاث قواعد يا سيدي. القاعدة الأولى قطع التفكير، كل اللي قلته قطع تفكيري فيه، انسى تماما، اي خليك بالملعب. اي وهذه رسالتي لشبابنا اللي يشوفونه من الرياضيين سواء في الانديه او منتخبنا، قطع التفكير. الشيء الثاني صرف الانتباه عن هذه الافكار السلبيه الى مشاعر ايجابيه، امي تنتظرني فتستخرج اعلى طاقتك. اذا قطع التفكير صرف الانتباه عدم الاستجابه لهذه الطريقه السلبيه في التفكير والبحث عن طريقه ايجابيه الى تشحنني. هذه قاعده. القاعدة الثانية الدنيا، وتكلمنا جمال دائما في لقاءاتنا الشخصية وحتى عبر الهواء، الإنسان يقول له ماضي وحاضر ومستقبل، أنا ضد هذا، أنت مجرد حاضر. الماضي كان حاضرا في وقته اللي هو الشوط السابق،
مارست انتهى. الآن عندك الحاضر مارس، وش بيصير قدامي؟ بيدخلون فينا 10 أهداف 20 هدف، مين بقضيتي؟ قضيتي كيف أستخرج كامل طاقتي في الحاضر. هذه مثل المذاكرة، مثل إنجازك كإعلامي كبير، مثل إنجازك كطبيب، كمصور متألق، كمخرج مبدع هنا. أنا في الحاضر فشلت في كم برنامج، أنا الآن وش أستطيع أن أؤدي؟ هكذا يكون الإبداع والإصرار. الشيء الآخر، لنفرض أنك أثناء مباراة صار عندك ربكة أو لخبطة، يجب أن تصر على تقديم أقصى ما تستطيع حتى لو تخرج مهزوما، لأنك مالك علاقة. إذا كانوا عذرا على المقارنة، الأنبياء لا يطلب منهم النتائج، ويطلب منهم ماذا؟ الدعوة، وما على الرسول إلا البلاغ. إنك لا تهدي من أحببت، نطلب من عيالنا أنهم لازم يجيبوا النتيجة. أبغى جهد وأداء بمستقدار ما تستطيع، وهذا الذي يزيل اللاعب. لا تنتظر من مدربك يزيل التوتر. ولذلك لقيادة المنتخبات أقول، دربوا لاعبينكم أن يستمدوا قوتهم من داخلهم، لأن يا سيدي من يستمد قوته من تحفيز الجماهير سيستمد ضعفه من هتافات الجماهير الأخرى. جميل، خليني أنتقل للفاصل القصير بروف، وبعدها نكمل الحديث عن هذا الموضوع. حياكم الله من جديد، حديثنا مع البروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، والحديث هنا عن فوز المنتخب في قراءة النفسية للبروفيسور طارق الحبيب. بروف، الإصابات اللي كانت أو اللي تعرض لها المنتخب من الكابتن سلمان الفرج، الكابتن ياسر، هذه الإصابات هل ستؤثر على بقية أعضاء الفريق؟ ونتكلم عن النفسية يعني، بحكم أنه أسماء كبيرة جدا. من البعد النفسي، المنظومة التي رأيتها، وإن كان البعد الرياضي إخواننا الرياضيين ترك العجمة في هذه القناة المباركة والمبدعين أمثالهم يذهبوا ويستطيعون أن يحددوا، أما من البعد النفسي لن يؤثر مطلقا. إطلاقا مطلقا. ليش؟ لأن المنظومة الكبيرة، المنظومة المتوازنة، انعدام وجود البطل الأوحد أو رأس الهرم الأوحد، وهذا الصناعة كانت جميلة، ثم الفوز الكبير على الأرجنتين لم يكن بوجود ياسر ولا سلمان في نص المباراة تقريبا. فالإنجازات جاءت تقريبا تدريجيا أو اكتمالها واستمرار قوتهم حتى نهاية المباراة. هذه جزئية. الجزئية الثانية، حتى بعد غياب سلمان وهو قائد كبير، وياسر قائد كبير تماما، السعودي كان يلعب 90 دقيقة. احنا ما تعودنا يلعبون 45 دقيقة والباقي يلهثون يلهثون. قديما قلت، متى ما رأيت السعودي يلعب كني يلعب أنا ويوه سوني؟ تعرف السوني طول 90 دقيقة وهم تحركون نفس النشاط. الأجانب كذا، ترى 90 دقيقة لازم نصل. فأنا أعتقد أن الإعداد الجسدي القوي أعطى متانة عالية. الأمر الآخر، دخول الحارس الاحتياطي مكان الحارس الرئيسي وأثبت وجوده، هذا يجعل الاحتياط يشعرون بنفس الإنجاز أنهم سيفعلونه مستقبلا. إذن التوقعات هنا دائما توقعات إيجابية، توقعات كبيرة، وليست توقعات خائفة كما كنا نفعل. فحتى اللاعب الغير مؤهل تماما سيقدم تقديما كبيرا، أنه في حالة تحدي ليس مع الآخر يا سيدي، إنه يغرد في تحدي مع نفسه، وهنا يكمن الإبداع. جميل. في جانب آخر يمكن مهم من هذه المباراة، كان في نجم العويس، كان في نجم، وش الحالة النفسية اللي كان يعيشها العويس عشان يعطي كل العطاء هذا؟ الحالة النفسية أنا لا أدري، لا أعرف الشاب هذا الجميل ولا أعرف توقعاته، لكن عادة اللي تعطي أقصى العطاء أن تربط الإنجاز بقيمة عليا. يعني أنا وأنا أقدم معك مثلا لكي أعطي عطاء كبيرا، أتخيل أمي تشوفني، أتخيل مثلا ولدي فلان اللي يحبني، بنيتي فلان اللي تحبني، أتخيل صديقي يشوفني. لكن لو تخيلت واحد منافس يكرهني طالعني، واحد يكرهني من واحد من جماعتي، أدائي ينزل. إذا
ولكن ارتفاع أدائي ونقصان أدائي أنا السبب فيه لا غيري في طريقة ما القيمة العليا التي أضيفها، ما الارتباط الشرطي الذي أضيفه. هذا أعتقد اللي حدث عند محمد، وهذه ظنية وليست قطعية. نفس الشيء حينما حدثت تلك الإصابة يمر الإنسان بمتغيرات مختلفة. يعني لما جت إصابة ياسر ما الذي يحدث؟ هي صدمة كبيرة. الإنسان في الصدمة، وهذا خطاب لولدنا محمد العويس، يمر بخمس مراحل. المرحلة الأولى الإنكار، ومر فيها محمد العويس، وهذه تغيرات طبيعية. أنا وأنت يا جمال نمر فيها. نعم. قاعد بالأرتيكل طفل محمد يفر على نفسه، تعالوا ما تمام، لأنه صدمة. وهي التي أصابت سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما مات سيدي صلى الله عليه وسلم، فقال ما مات رسول الله إنما ذهب إلى، فما هو الإنكار، ما أفخمك سيكولوجية الإنكار، حيلة دفاعية مر فيها محمد، مر بسرعة محمد. طيب بعدها تمر الشكل الطبيعي للصدمة، أنك تمر بماذا؟ بالغضب والاحتجاج. ممكن وقتها يمر يقوم يضارب ذلك اللاعب، وأنت لو شفت الصورة ترى الضربة مهم من رجل محمد على وجه جل لاعب الأرجنتيني، ودفع ولدنا محمد العويس وضرب ياسر، ولا محمد طالع طلعة موزونة، كان ممكن يروح يضاربه. هالمضاربة تسمى الغضب والاحتجاج، مرحلة الغضب والاحتجاج، أنه يحتج ممكن يروح للحكم ويقعد يركض تماما. المرحلة الثالثة اللي مر فيها الإنسان التفاوض، كيف نرتب أنفسنا يا شباب، كيف نعمل بدون ياسر، كيف كذا كذا من الأمور. والرابعة هي الحزن والاكتئاب، ثم بعد ذلك القبول. فخامة محمد العويس أنه مر بسرعة لها والقبول، والفخامة الأكبر قيادة المنتخب حينما أرسلت محمد العويس يشوف حتى يختم على مرحلة القبول الخامسة من حيث قصدوا أو لا يقصدون، حتى يطمئن شاف ياسر. والمرحلة الأجمل لأنه ياسر محمد العويس قد يرجع للرابعة اللي فيها أعراض ضيقة صدره وكذا، ويبدأ يلوم نفسه على الحدث، وهذا شعور طبيعي يمر فيه الإنسان يلوم نفسه. مثل لو واحد ماتت جدته، توقع يتأثر نفسيا؟ لا، لن يتأثر، لأنه قبل وصل للقبول. ثم الشباب في المنتخب لما قالوا رحلة، أنه اللي عرفنا أنه هو الأساس وهو اللي جرى الأساسي راح تماما، هذا يقي محمد من لوم الذات، لأنه لو ما راح ولا لو قدر الله ياسر تعب جدا، كان لوم الذات بيقلل أمن أداء محمد. فكانت قيادة نفسية مبدعة تماما من خلال المدرب وشبابنا المبدعين في قيادة المنتخب ووزير الرياضة. بعيدك للهدفين شوي بروف، يعني نرجع لها شوي ونتذكر يمكن هدف الشهري وهدف الدوسري. الهدفين كلها جت يعني بعد قتال على الكرة، حتى أن الدوسري يعني توقعوا أن الكرة تأخذ منه، لا رجع ثاني مرة وعاد وسددها بشكل قوي. هذا الاندفاع اللي حصل وقتها، وهذه الروح أنه أنا أبغى أسجل، هذا الأصرار، هل لها علاقة اليوم بتحضيرات هذا اللاعب، تحضيرات النفسية للاعب؟ أنت لما تقول كذا أنا تذكرت شيء. سلمان ما سواه لما جاب هدف، قاعد قلب بس هذه بيلعاد يقولها، هذه حنا خلطناها. ما سواها، حنا نقول أننا خلطناها، أنا وياك نقول عن سلمان والله أنك خطير. يا سيدي هذا زي ما قلت هو التأهيل النفسي، التأهيل النفسي بعدم الانفعال، عدم استهلاك طاقة اللاعب بالانفعال تماما، خل طاقته كلها في الممارسة الرياضية، عدم التأثر بأي شيء تماما، كانوا غير متأثرين، هذه واحدة. عدم الإعجاب بميسي، يعني في التعامل مع ميسي كانوا عاديين الشباب. يعني بعض الناس لما تمر بجنب ميسي بيليه رونالدو لازم تطالع شوي كذا وتبسم، ما طالعوه عادي، فربما هم مدربون عادي. لا الطالع القوي ولا الطالع الضعيف، الضعيف يخليك أقل نشاط، والقوي ما يخليك أكثر نشاط، يخليك خائف، فكلها تنقص من إبداعك ونشاطك أيها الإنسان. إذا في ممارسة الرياضة وحتى في المنافسة بينكم كإعلاميين، بيننا كنفسيين، بين المبدع هناك المصور وأخيه المصور، لا تطالع غيرك، اجعل طاقتك في التنافس بالحياة أن تتنافس مع نفسك، لأنك نافست غيرك وسبقك ضاق صدرك، وإذا سبقت توقفت عن الإبداع، فكان لزاما على الإنسان بدل أن يقضي وقته في المقارنة بغيره أن يقضي وقت المقارنة في إنجاز أكثر، فيمل منك منافسك ويستسلم لك. ولذلك الأرجنتينيين في آخر 10-15 دقيقة استسلموا، كانوا يلعبون لكن
كانوا مستسلمون نفسيا ومنهزمون نفسيا. ما الذي حدث للأرجنتيني ربما تسألني؟ شوف إبداع الإدارة النفسية، وليس لأنه وطن السعودية، هذا من الإخلاص الوطن. الأرجنتيني يا أخي صدموا صدمة، هل مروا بالمراحل الخمس؟ لا يا سيدي. أين مدربهم؟ أين قياداتهم؟ ماذا أيها الطبيب النفسي السعودي؟ ترى قيادتك الرياضية تفوق الأرجنتين يا سادة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. حينما تكلم الأمير محمد بن سلمان قديما عن الإنسان السعودي والتحضر، فقلت الكلام قديم تماما، فقلت ربما يأتي يوم ونكون كأمريكا في الاقتصاد والسياسة وكذا، لكن كرة القدم صعبة. كان وسواسا خناسا في صدري، فدار الزمان دورته تماما. قلت قد نكون زي أمريكا، كل شيء لكرة القدم. ففي كرة القدم أيضا أبدعنا. تقول لي يا أبو علي لا تبالي كرة القدم جلدة تركض. يا سيدي كرة القدم لو وظفت ترفع اقتصادك، مكانتك السياسية، حتى وسيلة للدعوة إلى الله أقولها للمتدينين. ولذلك افتخروا أيما فخر مجموعة من المهتدين أعضى عليهم التدين تماما، يركضون ويهتفون ويصرخون ويؤيدون. حينما جاءت الكرة لتجمعنا، وهؤلاء الشباب الذين رأيناهم يجمعوننا لنبحث عن نقاط التوافق يا أمة السعودية، لا نبحث عن نقاط الخلاف. حينما كنا ضعافا نبحث عن نقاط الخلاف بيني وبين جمال، وحينما أصبحنا أقوياء ظللنا نبحث عن نقاط الاتفاق، لأن الحزمة والعزمة شكلنا. جميل. هل نستطيع القول بروف اليوم أنه المنتخب السعودي استطاع أن يلعب باستراتيجية نفسية قبل أن يلعب باستراتيجية رياضية؟ الاستراتيجية الرياضية مثل مصيدة التسلل، هذه لو ما مع استراتيجية نفسية ما مشيت. أنا ما أقدر محاتيك أسوي مصيدة التسلل الواحد سريع جدا قوي جدا، واحد دائما أشوفه بالتلفزيون وأنا صغير ألعب في سوني تماما. إعداد نفسي مهول، ثلاث أهداف أظن أو ما شابه ذلك، كلها كنسلت مصيدة التسلل. هذه قوة نفسية. المنتخب السعودي أعد بدنيا وأعد نفسيا إعدادا قويا، وأعد بشكل جماعي وليس بشكل فردي تمام. الكبير هو المنتخب من أول، لا الكبير لاعب. هل في علاقة بين أعمار اللاعبين؟ يعني تقارب أعمار اللاعبين هل له دور اليوم في التوافق ما بينهم؟ تقاربت أم لم تتقارب؟ لا ما لها علاقة، لأن لا لها علاقة. حينما تقيم قيمة المنتخب والوطن أدنى، حينما تكون القيمة عليا تماما فاختلاف الأعمار أقول هذا أخوي الكبير هذا أخوي الصغير. لكن لو القيمة دنيا عندنا في الوطن أو غيره، وش جاب هالبزر معنا؟ أنا التاريخ يجيك واحد يقول وش هالشايب؟ ليش؟ لأن قيمة فرده أكبر من قيمة الجماعة، وهذا ما حرصت عليه الأمة السعودية، أن يكون قيمة الوطن أعلى من أي قيمة، أعلى من قيمة القبيلة والقبيلة لها احترامها، أعلى من قيمة فخذ القبيلة وفخذ القبيلة له احترامه، أعلى من المنطقة والمنطقة لها احترامه. هذه السيمفونية التي عزفتها أمة السعودية بقيادتها، وفرح بها الشعب وتقبلها أيما تقبل. ترى أن الأرجنتين أعلت شعار الفردانية لميسي لذلك خسرت؟ لا، الأرجنتين بشكل عام كانوا نازلين، أنا أعتقد في البداية كانوا مستصغرين اللي قدامهم وتفاجأوا. تأهيل المنتخب السعودي كان سري تماما، وهذه حرب نفسية. وإذا كان أشوف كل سؤال تسألني الرياضي يجيبك الجانب النفسي حقه ليفهم فيه. الرياضة أنا ما فهم. لا، الرياضة لها حرب نفسية تماما، بإخفاء جنودك وقواتك وقدراتك. بعضهم قال للمدرب، يعني يا جماعة لا احترم المدرب، المدرب زين، لكن الإعداد النفسي من القيادة هذه واحدة. والتغيير العام الشامل في المجتمع السعودي، تجي مثلا يا جمال، انسى انك جمال عيقل الإعلامي الفخم المبدع، مش لأنك صديق بل أنت كذلك إعلامي ناشئ لنفرض توك بادي، وتلقى الأطباء السعوديين يأتيهم الناس من كل مكان، وتلقى المحامي السعودي الشركات العالمية تتعاقد معه، وتلقى اللاعب السعودي يغرد بالأرجنتين والبرازيل، تبي تقدم مادة باهتة؟ ما تقدر. لا طبعا، تشكل المجتمع ما أفخمك يا جمال. صح، تتشكل. لكن من أول ممكن إعلامي يطلع يسولف كذا طقطق وتمهزل، ما تقدر الآن لأن تطورنا في كل شيء. مثل طال عمرك لو عندنا مباني فخمة وتيجي راكب حصان ولا حمار تدخل، ما يصير، هي صار تغير. إذن هذا التغير النمطي أعتقد أنه أحد أسباب الفوز. إذن هذه الأسباب للفوز يجب أن نحافظ عليها، وهذه الأسباب ذاتها كيف تجعلنا نفوز بأمور أخرى من أمور الحياة.
لو بغينا ناخذ الحالة النفسية اليوم بالمجمل للاعبين بعد 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 الفوز على الأرجنتين، كيف تصف هذه الحالة النفسية بشكل عام، الحالة الجمعية، وكيف يتعاملون مع ما هو قادم؟ سيفعلون ما فعلوا أثناء المباراة. الشوط الأول لما نسفوه ودخلوا الآن نسفوا مباراة الأرجنتين، عينهم على بولندا. ترى أنه هذه هي الاستراتيجية اللي اليوم عملها، شفناها سووها ببسط مباراة شديدة. إذا قدر يسويها قدام الأرجنتين بمباراة مفاجئة ومهزوم وثلاث أهداف ملغية وغيره، ما يقدر يسويها بعد فوز الأرجنتين أبدا. يمكن ما يشوفون ولا مباراة الأرجنتين ولا يشوفوها كذا. بولندا اللاعب هذا وعنده مهاجم من هذا، والله ودي أقرأ عليه أنا، هذه يموت ولا شيء، استغفر الله. ترى لأن أوليدي أنا سولف معه قال والله أبو بولندا زيني نحليلي، بس عندهم واحد إن هذا أكشر هو مهاجم تشيلسي أظنه، ولا مهاجم إيش اسمه طويل وطويل نبيض على ما يقولون. بهديها الله. إيه بيجي إن شاء الله. بهديها الله. لا خلينا أسألك عن لا سمح الله في حال تعثر لا قدر الله من المنتخب، لا قدر الله، كيف سينعكس ذلك على نفسية اللاعبين؟ أنا عندي توقع إيش بيصير، بس بعد الهواء ما نبقى له الحين. لا مش إنه معناها زين. إحنا سنتأهل، بس ما نبقى كيف نتأهل، توقع هذا بلي حق أتوقع، ما أنا برياضي. سنتأهل للمرحلة اللي بعدها، اللي بعدها تصير 16، وبس 16 ندخل منها للثمانية، والثمانية قد نغادر. هذا توقع. عاد شلون النتائج الجاية ذي بعد الهواء أقول. طيب خليني أسألك عن حقيقة أمر لافت للانتباه. بعد فوز المنتخب الوطني على الأرجنتين، العرب من الشرق للغرب من الشمال للجنوب لم يكن هناك عربي إلا وقف احتراما وتشجيعا وفخرا بمنجز المنتخب السعودي. نحن نتحدث عن عرب لديهم خلفيات مختلفة معنا، لديهم حتى تعارض مع أجندتنا ورؤيتنا وعملنا، ومع ذلك احتفوا. هنا برزت يمكن جدوة العربي، أو انتصرت جدوة العربي على التحزب والطائفية والعنصرية. كيف؟ لا بعضهم ينتمي للأرجنتين أكثر مما ينتمي إلينا، إذا أردت الإجابة الواقعية. أعتقد الإبداع الذي حققه المجتمع السعودي والقيادة السعودية أعطت إبهارا عربيا. تجد حينما تغضب عربية في برلمانها تصرخ نريد مثل محمد بن سلمان، حينما يغضب عربي في الشارع نريد مثل محمد بن سلمان. وترى كلمة محمد بن سلمان تعني محمد الشاب وسلمان الشيخ، الأثنين مع بعض الله يحفظهم. حينما يلعبون في مكان معين أو يتقاتلون أو يتناقشون أو كذا نريد، وأنا كرجل وأنت كذلك نسافر الشرق والغرب نسمع الكلمات حتى في المجالس الخفية من مجالسهم، حتى ربما كسمعت تلفزيونيا وفي الشارع من ناس يختلفون معنا أيديولوجيا ويختلفون معنا بأمور كثيرة. الذي صار عربيا كثير يحبوننا فعبروا، في قلة يختلفون معنا لكن المختلف معنا ربما ما يحبك لكن معجب فيك. يعني جمال بن رفض أنا ما أحبك بس يا أخي مبهر إعلاميا، فأنا قدم إبهارك الإعلامي، لأن الناس لم تجتمع على سيدي صلى الله عليه وسلم، قالوا الساحرة والكان يجتمعون علينا إحنا كدولة، لا يظل تماما اختلفوا على الله سبحانه وتعالى، فبالك نحن تماما. فوجود الاختلاف هذا شيء طبيعي، ولذلك لا نركض مع المختلفين ونراضيهم، إنما نبحث عن أهل الحق ونعمل معهم هذا الشيء. الزينة منتخبنا أنه ما احنا مراية لآراء الآخرين، عندنا مشروع ننشغل بالمشروع وإنجازه، وهذا هو الذي كان الإبداع من شبابنا. التعصب الرياضي اليوم، وإحنا نتكلم عن مباراتين مهمة قادمة، نتكلم عن مباراة كللت بالنجاح، وأي نجاح يعني كان تاريخ ذلك، لكن أي دور اليوم، هل هناك دور اليوم للتعصب في الرياضة؟ هل هناك عوامل نفسية تؤثر على ذلك؟ يا سيدي التعصب نوعان، النوع الأول التعصب الإيجابي، والنوع الثاني التعصب السلبي. لنفرض أنا أشجع نصر وأنت تشجع هلال، في تعصب إيجابي؟ إيه طبعا. وبعطيك مثله الآن. التعصب السلبي أنا أشجع نصر وأشجع هلال مثلا، أبدأ همي كيف أسب الهلال، كيف أنتقده، كيف أشتمه.
التعصب الإيجابي، نفرض النصر أنت هلال، كيف أدعم نادي النصر ما لي علاقة بالهلال؟ هذا تعصب إيجابي، مثل ما تعصب أنا لعيالي، أنا متعصب لعيالي أكثر من عيال المعيكل، بس ما سب عيال المعيكل، تراهم فاشلين وفيهم ما لي علاقة، هذا تعصب سلبي. التعصب الإيجابي أني عيالي كيف أدرسهم زين، كيف أخليهم يحرصون على صلاتهم، على صدقاتهم، على علاقاتهم الجيدة، على ملابسهم النظيفة وغيرها، هذا تعصب إيجابي. لجينا نطبقها في المجتمع السعودي كانت تعصبا إيجابيا. حقت ميسي وينه ما أدري وشه، ترى طقطقة، إحنا السعوديين راعين طقطقة تماما، ما كانت ميسي هذا الهجوم، لا لا لا. ولذلك في التعصب يمر المتعصب في 5 مراحل آخرها هي الإفناء. تمام، الإفناء، أي الإفناء والإبادة، والرابعة هذه الخامسة، والرابعة هي التهجم، واللي قبلها هي التمييز. يعني لما تجينا أنت بتعين عندي ويجي واحد مثلا من جماعتي أعينه، فأنا أميزه عليك. والثانية أنا مشيت فيها في المقلوب هي التجنب، أتجنبك تماما وأنغلق على جماعتي، واللي قبلها إنه الحديث داخل الجماعة ولا تحدث مع الجماعات الأخرى حول أفكاري. اللي صار بالمجتمع السعودي أو في المنتخب السعودي أو المشجعين وهم رايحين، أنت ما لاحظت شيء؟ كان تشجيعهم قوي لكنه مطمئن، شوف الجزئية مطمئن ذي، وهو يصفق ويغرد كذا يتبسم من أول شزر، كنا نظن الشزارة قوة. لا يا سيدي، حينما ترتفع قيمة الوطن عندك ترتفع معها الطمأنينة وأنت تتعاطى مع أبجدياته. صحيح. وحينما تكون قيمة الوطن أقل تكون منفعلا وأنت تبحث عن هذا الوطن. كنا قديما درجة الانفعال لأن القيمة الوطنية ترتفع، قيمة الوطن هي حقوق وواجبات، كم علي من حقوق وكم لي من واجبات. المنظمة السعودية والمنظومة السعودية الحديثة والسوات وضحت وش حقوقك بالملي، وضحت وش واجباتك، وحطت صرامة في النظام بعدما اتفقنا عليه. فحين أصبح الإنسان السعودي مطمئن، لما تروح معاملات وتتابعها مو مثل زمان، كل شيء صار جد، حتى رتم مشي السعودي حينما تأتي البنوك أو المدارس أو غيرها مو بيسحب رجليه مثل من أول، من أول أقول قديما، لا، في انضباط وفي جدية، وصنعت كاريزمته. فإن أصبح لاعبا هو من رأيته في الدوحة، وإن أصبح طبيبا هو من نراه في التخصص والعسكري والحرس الوطني وغيرها، وإن أصبح إعلاميا فأنت مثاله الكبير. الله يكرمك يا بروف. طيب تطلع فاصل قصير. حياكم الله من جديد، حديثنا لازال حول النفس والرياضة برؤية البروفيسور طارق الحبيب. بروفيسور، خلصنا يمكن من المنتخب السعودي، تكلمنا عنه، تكلمنا عن اللاعبين، تكلمنا عن الآثار النفسية، تكلمنا عن الشحن النفسي الإيجابي اللي حصل أيضا للاعبي المنتخب. خلينا نأخذ الفريق الآخر وندرس الحالة الأخرى، الأرجنتين بعد فوز المنتخب، ما الذي يفترض أن يفعلوه اليوم؟ كيف يمكن أن يديروا منتخبهم؟ الأرجنتين مرت بشوطين من المباراة، الشوط الأول كانت تعيش حالة تعالي، وأنا طول المباراة أقرأها نفسيا وأترك للمبدعين تعالي؟ أي طبعا، من البداية ميسي سلام كان يطالع كذا تماما، كان في تعالي، وحتى وهم يركضون ما يطلعون قوتهم اللي نشوفها في أنديتهم، وهذا كان مفيدا، يعني كان في انتقاص من الخصم جدا، وهذا مفيد حقيقة. ترى سبب، أحد الأسباب وليس السبب الأوحد، الإعداد القوي للمنتخب اللي قلناه، الأشياء الكثيرة تماما. وأنت لو قابلك واحد واستنقصك، مثلا لو جاك ضيف، مثلا ناخذك مثلا كإعلامي وقاعد يستنقصك وعنده معلومات، هذا زين لك من اللي يمدحك. ليش اللي يستنقصك هذا يطلع عيوبه، يطلع مناطقه، فربما تشرحه على الطاولة. صح تماما. نجي منتخب الأرجنتين من الناحية النفسية، في الشوط الأول درجة التعالي لم تجعله يقدم كل ما عنده من مهارات، هذه واحدة. الشيء الثاني، وإذا منتخب مثل الأرجنتين يصيد منتخب خليجي بالتسلل 3 مرات إلا أنه كان مستهتر وهو يلعب، وليس الاستهتار سبب الهزيمة، إنما الإعداد النفسي القوي والإعداد الجسدي والخطأ الأرجنتيني في حساب المعادلة. لما جت أهدافنا وميزتها جت مبكرة بالشوط الثاني، استيقظ الأرجنتينيين، لا
أصابهم ما يسمى الصدمة اللي قلناها 5 مراحل. أي. مبدعنا محمد العويس والشباب اللي حوله والمدرب والطاقم، ومتأكد أن القيادة وغيره كلهم وصلوا له رسالة اطمئن يا محمد تماما، فنقله إلى مرحلة القبول. أما الذي حدث عند الأرجنتينيين وشف المباراة الليلة مرة ثانية، دخلوا في الصدمة حتى نهاية المباراة بقيوا بالأولى، إبداعنا نقلنا ولدنا ونقلنا الفريق إلى كذا. أن تفقد سلمان الفرج وتفقد ياسر جناحين غير قوة للمنتخب، أخواني الأولاد اللي يلعبون يقول أخواني ذولا، والصار على صحتهم، مو بقضيتنا بنهزن من الأرجنتين. يعني ما كانوا يشعرون سيهزمون، فقدوا أخوانهم، مشغول بالهم على أخوانهم، فنقلوا مرحلة القبول. في الأرجنتين لا، عاشوا في المرحلة الأولى الصدمة، إيش هذا وش اللي صاير، توهام ميسي ماريا، وين ماريا حق ريال مدريد، وين الثاني، والآن انتقل لأندية أخرى، وين مو موجود، لماذا لعبه مو زين، لعبه مميز لكنه عاش مرحلة الصدمة، ما كان عنده مرشد. باريس سان جيرمان الآن، باريس سان جيرمان صح، وقبل كان في ريال مدريد. ترى ما تقدم بالأمور، كيف ما تقدم بال... أحاول بيض الله وجهك، والله دي دجاجة كم مرة دخلت الدنيا ببعض. أجيك المرحلة الثانية، وشي مرحلة الغضب والاحتجاج. طيب لو قلوا علي وانت مدرب وش تسوي؟ كان أجي على الخط وقد أصرخ عليهم طارق، التصريخ يقلل من أدائهم. لا يا حبيبي، أنا عيني على المرحلة الأولى الإنكار، الثانية الغضب، أبيهم يصرخون على بعض. ثم بعدها فورجيت، وأدخلهم وين في التفاوض، what do you think, what's the plan, plan B، أدخلهم بالتفاوض. بعدها أدخلهم بالضيق بطريقة سريعة تماما، شو سوي فيهم، remember your history، تذكر تاريخك، تذكر كذا، فأجعل القيمة العليا لتاريخه تتجاوز مرحلة الكآبة اليسيرة التي مر بها، ثم أدخله بالقبول، فأعود ميسي لنشاطه، وأعود ماريا لنشاطه، وأعود كذا 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 إلى نشاطهم الكبير. تذكرت بجزئية مهمة بروف، بين الشوطين مدرب المنتخب الوطني كان يقف يصرخ على اللاعبين، يخانق عليهم، هل هذا نوع من أنواع التحفيز؟ ما أفخمك، لأنهم كانوا بالإنكار، دخل هدف وش بيصير، ثم انتقلوا من الإنكار في البريك، كانوا في المرحلة الرابعة هي الضيق كذا، عشان يوديهم للقبول 60,000 ماشيين لكم، وش كان يسوي؟ يوديهم للقبول. الفانز حقينكم، الكلمة اللي قالها تذكر ماذا قال لهم تماما، كنتم كأنكم تلعبون مباراة ودية تماما، يوصلهم مرحلة القبول وينسيهم الشوط الأول. وكان السعودي مبدعا للفصل، كان يلعب مبارتين السعودي، الشوط الأول مباراة، الثاني مباراة، عنده قدرة على الفصل النفسي، غرد يا أمتي، غرد يا وطني السعودي في الإدارة الرياضية، ونريد منك أيها المحامي أن تتألق كما تألق الطبيب السعودي ويسافر الناس إليه شرقا وغربا في المستشفيات الحكومية والخاصة، غرد أيها أيضا الإعلامي السعودي، من استطعت أن تفرض نفسك عربيا، لأننا نملك أكبر القنوات، بل أننا نملك شبابا مميزين يدخلون بالتحدي. أنت يا بنيتي، أنت اللي يقول عنك مراهقة، أنت يا الشاب اللي يقول عنك مراهق، غرد بهذا الشيء، اجعل لك قدوات متعددة، لا تجعل لك قدوة لاعب أو طبيب أو إعلامي، لا، خذ من طارق شيء، خذ من متألقنا جمال شيء، خذ من سالم الدوسري شيء، خذ من جراحنا الفلاني شيء، حتى تصنع نفسك. أنت نجاحك سهل صعب، سهل بتوفير الدولة لهذه المزايا العظيمة، صعب لأن متطلباتنا منك كبيرة يا بني، فليس لك مجال إلا أن تنجح أو تنجح. لو جاك ولدك اليوم وقال لك أنا بترك الدراسة وبصير لعب كورة، بتحجر لي يعني؟ تخليه ولا لا؟ ما أروعك، لا. ليش؟ أوفا، والكلام عن الرياضة يا أبو علي، على طول أقول عطوا تفكير وخلوا قرار، القرار بيده و... والحين قاعد تسلب منه قراره. الله عليك، بيحجر لي يا جماعة، ترى أنا ما بحجر لك والله، قاعد أناقشك. خذ الرد طال عمرك. سم، إذا جاني ولدي وهو ممتاز والأول في الدراسة وقال بتخصص وبصير لاعب رياضي، يترك الدراسة يقول يا ولدي راضي منك مقبول ويلا، ووظف كل علاقاتي، بل عندي جاك مولدي اللي ما شفته مثله، فحافظ له على الدراسة، ربما بالكورة كان ميلا ولم يكن إبداعا، إن كان إبداع توكلنا على الله، إن كان ميل أنا ماسك أمان معه دراسته بمقبول. جاني واحد من عيالي مراهق
قال بترك الدراسة. قلت يا وليدي والله إن الدراسة غلطان، وشي بان أنا طال عمرك، يذكرك يشوفني الحين، شي بان أنا طال عمرك والله العظيم إنه كانوا مرتاحين. لكن عندي لك نصيحة، عند الزواج باتر وش بيقولون وش شهادته؟ أطلب منك اسم عبد الإله ما أجملهم أروع، تحية كبيرة. مسي عليه بالخير يا زينه. قلت يا وليدي نبي مقبول، شوف الأول ذي ما بيها ممتاز، ما بيها بمقبول، هدئ توتر المراهق عنده، ولذلك المراهق لما يطلب رياضة هدئ توتره عنده وتنطلق معه بالمشتركات. آخر السنة طلع الأول ما شاء الله في كسر. إيه هدأ لعب كورة ولا ملعب؟ لا ما جاي يلعب كورة، يقول ما بيدرس كله، بيترك الدراسة كله، يعني أردى من اللي يقوله بلعب كورة. حتى ما عنده خيارين، ما عنده خيار بس بترك. قلت والله العظيم إنها متعبة الدراسة. انطلق مع المراهق بالمشتركات، جند نفسك لمراداته. قال أبي شيء على طول أسوي اتصالات، إذا يبي كورة يبي كذا ما لقيت، وشوفوا مشهورين مثل جمال أو غيرهم أو رياضيين، ولدنا كذا سلكوا لنا مع كذا. ولذلك أنا أنادي بالتبني المعرفي لعيالنا، مثلا عندي ولد يحب يصير إعلامي، أنا ما نبي إعلامي يا جمال. جمال ولدك ذا، ولدك بده يصير طبيب، يا أبو علي هذا ولدك. نتبادل أولادنا في التبني في طموحاتهم، يحس والجمال يا أخي أبوي ما مثله، وأنا اللي مكروف أني أربيه طبيا، ولدي يقول يا أخي جمال هذا لأبو مو بنت يا أبو علي. وأنا وجمال أو ربما ينتقد العكس المكروف أكثر مني. شكرا جزيلا لك، ممتن لك البروفيسور طارق الحبيب، ممتن لكل هذه الإضاءات والمعلومات القيمة اللي ألقيت فيها الضوء على مباراة منتخبنا الوطني والأرجنتين. شكرا جزيلا لك بروفيسور. تاج راسي تاج راسي تاج راسي. أخيرا نقول التاريخ يصنعه الأقوى روحا ويدا، التاريخ يصنعه القادة العظماء بأرجل محاربيهم، التاريخ تكتبه الصقور وتحلق به مجدا، جدارة فريق وحكمة قيادة وآمال شعب حطت رحالها أمام أعين أكثر من 80,000 متفرج في استاد لوسيل ومثلهم ملايين حول العالم، لتعلن عن تاريخ عالمي ببصمة سعودية شاركنا نشوتها احتراما وفرحا العالم العربي والإسلامي بل العالم كله. الصقور الخضر رجال سلمان أذهلوا العالم أجمع بقوة بأسهم وصلابة إقدامهم وعلو كعبهم، أداء بطولي شجاع خالف كل التوقعات وعكس مجمل التحليلات. هنا قفز كل عربي وتحركت مشاعر كل مسلم سعادة وفخرا، هنا طفت بذرة وجدوة العروبة وحميتها من صدور كافة العرب بلا استثناء، فرحة تجاوزت الأيديولوجيات المؤقتة من طائفية وعنصرية وتحزب ملأت قلوب البعض، لتخرج أقدار المستديرة مروءة العربي ونخوته وأخلاقه وفرحه من عمق روابط الجغرافيا والتاريخ والدم. إنه إلهام تغذى على كلمات ولي العهد وسار بخطى النصر للتاريخ، إلهام وجهته الرؤية وأدار دفته حفيد الفيصل ونفذه صقور سلمان، لتحجب شمس الأرجنتين وتخفق راية الوطن في سماء العالم. إلى اللقاء. ياكم الإعصار ماشيين يعيقا، منتخبنا اليوم واخر عن طريقا، جاكم الإعصار ماشيين يعيقا، منتخبنا اليوم واخر عن طريقا، هذا لحظة اللي لعب جهزوا كاس الذهب، هذا لحظة اللي لعب جهزوا كاس الذهب، هذا لحظة اللي لعب جهزوا كاس الذهب، هذا لحظة اللي لعب جهزوا كاس الذهب. أذكر الله وشوف وانسى الحذر والخوف، أذكر الله وشوف وانسى الحذر والخوف، ما يعرف الخوف من هذا فريق، ما يعرف الخوف من هذا فريق.